اهلا وسهلا بكم بمقطع جديد وبحلقة جديدة من نكت مضحكة جدا بالموسم الثاني على التوالي. اتمنى منكم تضغطون زر لايك على هذا المقطع وتشتركون بالقناة اذا ما كنتم مشتركين. قبل نبدا بالمقطع فورا حاب اخبركم ان هذا المقطع برعاية تطبيق ظل. اللي ما يعرف ايش هو تطبيق ظل، هو بكل اختصار تطبيق دردشة وتعارف حول العالم ولكن بسرية تامة، لانه عبر هذا التطبيق ما حد راح يعرف هويتك ابدا، يعني يمديك تخفي هويتك وتدردش مع من تريد بالعالم بدون ما احد يعرفك. طبعا التطبيق هذا بيحتوي على مميزات جدا عديدة، خليني اشرح لك هي الان بالتفصيل. ظل هو بكل بساطة تطبيق دردشة خرافي، تقدر من خلاله تتعرف على ناس جدد حول العالم وتدردش معاهم وتشارك معاهم افكارك واسرارك ايضا. اي نعم اسرارك، لان هذا التطبيق بيتيح لك خاصية التخفي بحيث انك تقدر تتواصل مع اي شخص بدون ما احد يعرف هويتك، يعني تقدر تتحدث عن اي شيء تريده بخصوصية تامة. طبعا الخصائص الرئيسية لهذا التطبيق جدا عديدة، ومن اهمها ان هذا التطبيق سهل الاستخدام، كل ما عليك فعلا انك تدخل للتطبيق وبضغطة زر تحصل على رسائل جدا كثيرة. وايضا من خلال اشتراكك بالبرنامج تقدر تتمتع بمزايا جدا رهيبة، ومن ابرزها فلاتر اضافية في البحث، يعني رح يكون لك امكانية انك تبحث بالتفصيل عن الشخص اللي تريد تتحدث معه وتقدر تحدد مكانه. فلنفترض انك تدور على فتاة احلامك، يعني تقدر تشترك بالميزة وتعثر عليها ببضع ثواني من خلال ميزة البحث المتقدم وميزة البوست. البوست طبعا يخلي بروفايلك يطلع بالصفحة الرئيسية، وبكذا تقدر تجذب انتباه اكبر عدد من الناس. من خلال اشتراكك بالبرنامج رح تتمتع ايضا في الحصول على شارة عضو VIP لزيادة الثقة عند المحادثة، ايضا رح تحصل على عروض وخصومات خاصة. لاحق نفسك من الان، الميزات عليها تخفيضات بشكل خيالي وتصل الى 60%. تقدر تشترك وتتمتع من الان بكل هذه الميزات اللي ذكرناها، فلذلك ايش تنتظر يا عزيزي؟ قم بتحميل التطبيق، الرابط موجود بالوصف، جربه واحكم بنفسك وصدقني ما رح تندم. انا شخصيا جربته بنفسي واقدر اخبركم ان التطبيق فعال ورهيب للغاية. شاب قصير اشترك في برنامج من سيربح المليون، لم يستطع الصعود على الكرسي لذلك طلب مساعدة الجمهور. في وحدة تخاف كثير، كل يوم تصحي زوجها من النوم وتقول له قوم انا سامع صوت في البيت شكله في حرامي. فقام زوجها قالها يا حبيبتي الحرامي لما بيسرق ما بيعمل صوت. راحت تاني يوم صحته من جديد وقالت له اصحى بسرعة ما في صوت في البيت اكيد في حرامي. واحد سكران ماشي ورا وحدة وقام يتغزل فيها وقالها هي الحلوة وراها مشوار. قامت ناظرت فيه وقالت له لا بس الحلوة وراها حمار. مسطول ماسك قنبلة ويلعب فيها من يد إلى يد، جاء واحد وقال له أنت ما تخاف إنها تنفجر فيك؟ قال له ما عليك يا أخي معي وحدة غيرها. الشاب أنا بحبك بموت فيكي. البنت الشاب أنت عمري وكل حياتي. البنت الشاب روحي فداكي. البنت الشاب أنا رح أهديك خاتم من الذهب. البنت بجد؟ الشاب وحدة بتسأل صاحبتها كيف قدرتي تسيطري على زوجك وتخليه ما يسهر برا البيت؟ قالت لها بسيطة، عملت له قانون في البيت، كل يوم البوس حيبدأ الساعة 9 بالليل سواء كان موجود أو مش موجود. قام محشش بالاتصال على شركة الطيران وسأل موظف خدمة العملاء كم الوقت المستغرق للرحلة من القاهرة حتى الولايات المتحدة الأمريكية، فقال لها الموظف ثانية واحدة بس، فرد عليه شكرا وأغلق المكالمة. واحد أحول حس بالبرد هو نايم، قام وغطى أخوه كمل نومته. مرة واحد راح يقدم على وظيفة في شركة، سأل صاحب الشركة أنا لو توظفت كم راح يكون راتبي؟ رد عليه المدير راتبك حيكون 1000 وبعد سنة راح تاخذ 2000. فرد عليه وقال له ممتاز برجع لكم بعد سنة لكان. واحد مسطول وقف واحد في الشارع وقال له أنت تغيرت كثير يا أحمد، شكلك وجسمك وعينك وكل شيء. فرد عليه الرجال وقال له بس أنا اسمي مش أحمد. فرد عليه يوه كمان غيرت اسمك. واحد محشش قال لصديقه تخيل أنه في الصين كل 60 ثانية في طفل يولد. رد عليه صديقه وقال له شايف التطور بس عندنا لازم 9 شهور حتى يولد. امرأة بريطانية تطلب الطلاق لأن زوجها يضغط على معجون الأسنان من الوسط. يا بنت الحلال تعوذي من إبليس واحمدي ربك أنه ينظف أسنانه، عندنا الناس لو تضحك تشوفي سمبوسة رمضان معلقة في أسنانه إلى الآن.
محشش فك باب بيتهم وراح عند المصلح عشان يصلحه. شافه واحد بالشارع قال له لا تقول لي هذا باب بيتكم وماشي فيه كذا. قال له ايه باب بيتنا موديه للنجار عشان يصلحه. قال له الثاني طيب انت مش خايف احد يدخل البيت ويسرقه؟ رد عليه وقال له يا حمار كيف حيدخل البيت والباب معاي. مرة واحد رجع من الشغل لقى بيته بينحرق، راح دخل وجاب بنته وطلع، ورجع مرة ثانية جاب ابنه، ومرة ثالثة جاب مراته، ومرة رابعة جاء فاضي، ومرة خامسة رجع فاضي. الناس قالت له ليه تروح وترجع فاضي؟ قال لهم اروح اقلب حماتي وارجع. واحد يتعشى في البلكونة مع زوجته، قال لها حبيبتي تقدري تجيبي لي الملح من المطبخ؟ قالت له انت هو بنفسك، انت اقرب مني، انا تعبانة ما اقدر. فجأة تليفونها رن في المطبخ، قامت تركض فتحت تليفونها لقت رسالة من زوجها كاتب لها جيب الملح معك. سأل الأب ولده الراسب للسنة الثانية على التوالي، لماذا رسبت يا ولدي؟ قال له الولد لأن المدرس أتى بنفس الأسئلة العام الماضي. ناظر بيقول للأستاذ هو ليه كل التلاميذ عندك بينطقوا الجيم دال؟ قال له مش عارف، هو ده اللي مدنني. خليجي راح يحلق عند حلاق مصري، خرج من عنده أصلع، ليه؟ لأنه كل ما يسأل حلو كذا يقول له والله ما قصرت. مرة واحدة كانت تطبخ رز وهي تضحك، فسألوها ليه تضحكين؟ قالت عشان يبقى رز بسمتي. واحدة تسأل الدكتور زوجي يتكلم أثناء النوم ما الحل؟ قال لها بسيطة أعطيه فرصة يتكلم هو وفايق. مدرس عربي بيسأل زوجته ما الذي تعرفيه عن الصرف والنحو؟ فردت أن أصرف فلوسك على النحو الذي يرضيني. سأل طالب زميله في المدرسة هل دولة الهند بعيدة؟ قال له ما أعتقد لأنه عندي صديق هندي دائما بيجي بوقته للمدرسة. مرة شخص اتصل بزوجته وقال لها حضري لي المياه الساخنة، فقال له صديقه اوه لديك شخصية قوية، قال له اكيد ما رح اغسل الصحون بمياه باردة يعني.